السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل ملحق جيم اللي هو السكيلز، الصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2023 صفحة 29 إن شاء الله، اللي هي على الرايتنج سكيلز. السؤال الأول: What capitalization rule is not being followed in the sentence؟ إيه هي قاعدة اللي هي الحروف الكابيتال اللي مش معمولة في الجملة ديت؟ She and I are in the same ballet class. تمام، هنا ألاحظ في حرف الـ I مكتوب صغير، والمفروض إن حرف الـ I في أي مكان في الجملة يتكتب كبير، يبقى كده اللي مش صحيحة هي الإجابة رقم B، the pronoun I. السؤال الثاني: Which sentence use capital letters correctly؟ أي من هذه الجمل تستخدم اللي هي الحروف الكابيتال بشكل صحيح؟ الأولى The Titanic sank in 1912، تمام. الثانية We loved at Grandpa's cooking. We loved، إحنا ضحكنا، at Grandpa's cooking. هنا W مكتوبة صغيرة أنا شايفها. طيب استنى تاني، السؤال إذا بقت W مكتوبة المفروض تبقى كبيرة. طيب هنا ال W كبيرة، تمام مش مشكلة. at في at هي مكتوبة بـ A كبيرة، يبقى دي مستبعدة، at حرف جر ما يكتبوش حرف كبير. نمبر سي: محمد lost his wallet. ألاحظ برضو his اللي هي صفة ملكية، ديتش مكتوبة كابيتال، طبعا ده غلط. السؤال رقم دي: the dreams plays store was nightly. the theater plays store اللي هو النجم المسرحية، طب هو مكتوب استيت كبيرة برضو مستبعد، يبقى كده رقم ايه هي الصح اللي هي بتاعت تايلاند. بعد كده السؤال رقم 3: Which sentence is capitalized correctly؟ أي واحدة معمولة بشكل صحيح في الحروف الكابيتال؟ نبدأ نستبعد ونوصل إن شاء الله للصحيح بالاستبعاد. الأولى طبعا مستبعدة، مستر إم سمول، ونمبر سي برضو ميستر برضو مكتوبة إم سمول، يبقى أنا كده عندي يا إما بي يا إما دي. أمشي واحدة واحدة بقى كده، مستر مع مستر ماشي، هنا باهي تقريبا، هو باهي وهنا باهي برضو، went وهنا went، to see دكتور، وادي برضو دكتور، عصام وهنا برضو عصام، تمام. in كايرو، هنا in كايرو، هنا كايرو لاحظ السي اسمه صغيرة يبقى مستبعدة، هنا السي كبيرة عشان دي مدينة لازم تكتب كبيرة يبقى اللي جاب رقم. بعد كده السؤال الرابع: Which is a sentence use capital letters correctly؟ أي واحدة من دول برضو بتستخدم الحروف الكابيتال بشكل صحيح؟ أبدأ أستبعد وإن شاء الله كله تمام، هوصل للصح طالما استبعد. كلهم تمام. في الأول The Egyptian Museum had a special exhibition of Tutankhamun jewelry. تمام، يبقى نمشي واحدة واحدة. The Egyptian Museum had a special exhibition of Tutankhamun jewelry. سيبها زي Egyptian Museum had a special exhibition. exhibition المكان ما يكتبش حرف كبير نظرة، يبقى اللقب دي مستبعدة. The Egyptian Museum، ألاحظ هنا Egyptian Museum اللي هو المتحف المصري، الجنسيات واللغات، المفروض إن الحرف الأول بيتكتب كبير، في Egyptian المفروض تكتب إيه كبيرة. رقم دي: The Egyptian Museum had a special exhibition of Tutankhamun's الجولري. تمام كده كله متلخبط ما بين الـ A و D، مستبعدنا الـ B والـ C. نمشي واحدة واحدة بقى. The Egyptian موجودة، Museum هنا M small، وهنا Museum M capital، طبعا دي صح اللي هي الإجابة رقم D، لأن ده من أماكن الأعلام المعروف، الإجابة رقم D. بعد كده السؤال السادس: Which sentence use capital letters correct؟ أي واحدة من هذه الجمل تستخدم برضو الحروف الكابيتال بشكل صحيح؟ I visited Mr. هنا إم سمول، هذه مستبعدة. I visited Mr. Smith، تمام. The chairman of the board on September 10th، تمام نسيب ديت. أنا زرت اللي هو السيد سميث، يعني المدير الشركة، في السنة في يوم العاشر من سبتمبر، تمام نسيب. I visited Mr. Smith the chairman of the board. بس chairman المفروض من السي ما تكتبش كبيرة، ده رئيس العمل مش حاجة مش مهمة، يبقى رقم بي برضه مستبعد. I visited Mr. Smith the chairman of board on September 10th، تمام.
اي فيزيت بس لازم اتاكد برضه. ميستر برضه هنا الام سمول يبقى دي برضه مستبعده، يبقى كده الاجابه ان شاء الله رقم 6. شكرا والسلام عليكم.